اليوم كذلك عندنا نشاطات عدة بينها تسميات شوارع دائما في نفس القطار وبمبدأ حتى لا ننسى. وزعنا آليات على المدن الساحلية لتنظيف الشواطئ في إشراف وزارة التنمية الجمهورية التضامن. كذلك عندنا نشاطات أخرى، نشاطات رياضية كنا بديناها يوم أمس يعني 4 جوية. اليوم انطلقت أول مرة نسوي يعني أول مرة في ولاية عين تمشاط محظوظين بهذا السنة هذه فيما يخص يعني تنشيط هذا العيد. هذا اليوم حضرنا فيه هذا يعتبر عيد الاستقلال، لازم نحطه كما ينبغي، نهنيو أنفسنا به، نهنيو جميع الجزائريين، نهنيو الولاية نتاعنا، نتمنى الازدهار من هكذا لكل الشعوب والشعب تاعنا الجزائري. كاين مازال محطات أخرى، كاين وضع حجر أساس اللي كنا منذ قليل وضعناه لمجمع مدرسي دال، كما تعرفوا باللي رفع التجميد على جميع المنشآت المدرسية اللي كانت هنا محظوظة ب 39 مشروع كلها انطلقت ما عدا ثلاثة، راهي في طور الانطلاق ونتمنى نستلموها في العام المقبل إن شاء الله. سيدي الوالد كيف تقيمون ربما ولاية عين تجميد في الإنجازات؟ يعني قلتم أنكم تأخذون يعني معركة البناء، إنجازات عدة من ناحية السكنات، من ناحية الاستثمار خاصة الذي دخل بقوة الولاية. عين تمشاط يعني بخير، كما تعرفي قطاع السكن كان عنده قصة الأسد في السنة هذه بمعدل 3500 سكن جاهز التي توزعوا، كان يتوزع ومازال إلى آخر سنة 2300 سكن راح يوزعوها آخر سنة 2018. الصياغة أجاب بجميع الصياغة، يعني كاين البطاقة المدعم، البناء الريفي، والسكن الإيجاري الاجتماعي الإيجاري اللي راهو محبب بكثرة لا سيما عند الطبقة يعني العشاء والمتوسطة. أما فيما يخص الاستثمار كنت دائما معنا بجوارنا، عندنا دوكا رانا بدينا نعرفوا كان حركية فيما يخص سيما بعد ما كنا احنا بادرنا بزيارة الورشات هذه نتاع الأشغال نتاع الاستثمار باش تخليو هذوك المستثمرين يعرفوا باللي رانا نتبعوا فيها، رانا نرافقوهم ورانا نراقبوهم، خاصة حتى كي تمدي أرضية ولا تمنحي امتياز لازم هذاك المستثمر يعرف باللي رانا نتبعوا ما نحبش نخليوه وحده، لا سيما المراقبة لازم ينجز الاستثمار اللي يطلبوه. حبينا نشوفوا عندنا ست يعني وحدات اقتصاديه في المنطقه الصناعيه التمازوغه، راهي مستغله حاليا، ورا التمازوغه كذلك هذه يعني المنطقه الصناعيه العامه في ولايه عين تمشاط راهي حاطه بداو التعليم نتاعها وبدات يعني فعليا الورشات راهي مفتوحه، وكاين عده ورشات اخرى، كاين الطرقات، كاين يعني رانا ماشيين والسياحه سيما السياحه العام هذا ذكرتيني شكرا، عندنا 7 فنادق تفتح، 2 منها فتحت ويساو 5 اخرى بطاقه استيعاب 1000 سرير، هذه كلها هي طاقه اضافيه لاستيعاب يعني الضيوف اللي جينا والمصطفين كما تعرفي ولايه عين تمشاط العام اللي فات استقبلت 17 مليون مصطف. نحن نتمنى احنا رانا كل ندير كل شيء بوسعنا باش نستقبلوا اكثر عدد ممكن من المصطفين لانتعاش الاقتصاد نتاع الولايه، انتعاش الاقتصاد نتاع البلاد بصفه عامه. شكرا.